السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رودينا زين للطبخ والخياطة. كنتمنى تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. طحب غزيكم ديال قناة رودينا زين، نتمنى غتيري مارة مليح ان شاء الله. برمخكم كتار نهار ان شاء الله، نسوجد جوية زيت عفن قدي يشنف في الفخر. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم دجاج مشوي فوق الفخر. كنتمنى ينال اعجابكم، تبعوا معي الفيديو. بسم الله، وغنبداو في المقادير. لتحضير دجاج مشوي كنحتاجو دجاجة كاملة مقطعة طريفات صغار، وكنحتاجو نص كاس صغير ديال الزيت مقدار 4 المعالق كبار، وكنحتاجو نص حامضة. وبالنسبة للعطرية كنحتاجو ملعقة صغيرة ديال الملحة، وملعقة صغيرة إبزار، وملعقة صغيرة ديال سكنجبير، القليل من الزعفران، وملعقة نصف ملعقة صغيرة ديال الكمون، وملعقة صغيرة ممزوج بين الخرقوم وتحميرة. وكنحتاجو شوية ديال التومة وشوية القزبر وبصلة صغيرة مطحونة طحناها في المونيكس. كنسبقو الزيت، كنضيفو ليها البصلة والقزبر والتومة، وكنضيفو العطرية، وكنحركوها مزيان، وكنوضعو فيها الدجاجة نخلطوها مزيان، نشرملوها في ديك الإقامة مع نص حامضة. شرملت الدجاجة في ديك الإقامة مزيان، خليتها نهار كامل ولا نص نهار، يعني أنا هنا وجدتها مع 12 درتها في الإقامة وخليتها ترقد في ديك الإقامة ولا تشرمل حتى المغرب. بقات ليها شي 20 دقيقة للمغرب، عاد بديت كنشوي الدجاج. هذا هو معاوضة غي يرقوها من تحتاجها باش نسوجد يزيد نشنف. نتحتاجها يزيد يكمر، نتقصات ضام مزيان. نتحتاجها بالنسبة للزجت ندقها بعان طنجاين الزجت، بعان طنجاين تيمقرانين، دي جنوزيان الليمون. بالنسبة للعطرية نتحتاجها طنجاش طمزيان تمجحت، طنجاش طمزيان سكنجبير، طنجاش طمزيان تخلط جا الخرقوم للتحميرة، يجو مزيان طنجاشت الكمون، شوية زعفران. بالنسبة للبصل دوينا نتحتاجها غير نطبس الشطة مزيان تحاي، شوية القصبوع، شوية نتيشات. نخلط مناني مليح كتزجت، نخلط العطرية در القصبوع در بصل تيشات. وش نسروس هذا يسيا زيد، نشامريت مليح سوفوس النغ، نستهدف العطرية اني مرة دقوية زيد اني نتجات هذي يعقد يجن نهاي كمر ني غد جيرس نشتاني تاك يخت غاوزين نها سوشت خطير من غاب، يعني يرفضوها رمضان يخت غاوزين نها كت جوات نين 12 جيخ يعقد نهاي كمر. انا ما يعرح هذا المغاب يقيم يجن 20 مينوتي المغاب بذي غد شنفغ. تبع مكيدي الفيديو حتى لان كاتمني غلا يوم يعجبه.
الفيديو النهار هذا وانتات مني غدا ومي يعجب وتتوم شريت كم ابوني نغزير الاشتراك نغزير الجرس يني ويكين شو تشكر يني كن الاشتراك يني تقن لايك تمني غون نتاع التصفحة ان شاء الله. كنشكركم بزاف بزاف على المشاركة والمشاهدة وكنتمنى لكم يوم سعيد ورمضان سعيد ان شاء الله وبصحة والراحة.